السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان. اليوم غنهضروا على واحد المكمل غذائي اللي هو الكالسيوم. غنشوفوا طريقة الاستعمال ديالو إن شاء الله، ويعني علاش خاصنا نعطيوه والأوقات اللي خاصنا نعطيوه. دونك أول حاجة، يعني الكالسيوم كيدخل في التكوين ديال بزاف الحوايج عندنا في الطير، العظام، الريش ديالو، حتى في لا فورس ديالو. دونك ضروري من الكالسيوم لي موسكل باش كتكون واحد الصحه ولا الطير يتحرك مزيان ويكون عنده يعني لا فورس في الموفمون موسكولير ديالو. ضروري من الكالسيوم. كما عارفين حنا مزيان الوليدات في الوقيته ديال التغيير الريش، ولا في الوليدات ملي يلاه كنفطموهم، ولا يعني في النجاوي ملي كيكونوا يلاه بيضوا واش كنعوضوا لهم الكالسيوم ديالهم. ضروري من يعني هذا المكمل الغذائي. انا صراحه كنحط لهم السي بي في القفص، يعني في الموسم ديال الانتاج كنحط السي بي في القفص، يعني كنحط السي بي كنعلقها الكوب في القفص. مي النتوه ملي كتبيض كتسالي البيض ديالها كنعوضها بهذا، ما كنخليهاش يعني معتمده على السي بي بوحدها. هذا كما سبق وقلت السي بي بوحدها ما كتعوضش النقص ديال الكالسيوم 100%، يعني صعيب تاو شويه في الهضم. دونك يقدر الطير ما يستافدش منه 100%. دونك كما قلنا كيجي على هذا الشكل. انا من الاحسن كنفضل يكون مع الماء، على يعني على في على يكون بودر، يكون تقاطر عندي انا احسن ما يكون بودر. بودر يعني شويه يعني لكتزتي في الدوزاج بعض المرات ولا كثرتي منه بعض المرات كيولي صعيب يعني تصفى من الكلاوي ديال الطير. دونك كيقدر ياثر عليهم في الكلاوي ديالهم، دونك كيقدر تسبب لك بعض المشاكل. اما ملي كيكون صوليب يعني سوليسيون بحال هذا ما كاين فيه حتى شي مشكل. دونك كيجي على هذا الشكل، يعني دونك فيه لاكولين اللي مزيانه الكبد ديال الطير ديالنا، في المغنيسيوم، الزنك، دونك فيه بزاف ديال الاملاح المعدنيه اللي مزيانين. دونك قلنا شنو هما الاوقات اللي يعني ضروري نعطيو فيهم الكالسيوم. اول مرحله ولا اول شيء هو الوقيته ديال البداله. الوقيته ديال البداله ضروري من الكالسيوم، ضروري. إذا كان عندك طير مهرسة في البدالة، طير ما كملش الريش ديالو مزيان، ضروري ما تعوضو بالكالسيوم في الوقت عاوتاني ديال التفراخ. ملي النتوة كتبيض البيض ديالها كامل ضروري ما تعوضها بهذا المكمل الغذائي. الولاد اللي كيتفطموا ضروري ما تعوضهم بهذا عاوتاني، باش كيطلع عندهم واحد الهيكل العظمي اللي صحيح واللي كبير. دونك ما كيعاني حتى شي مشكل، ما كيجيهمش الكساح. دونك بزاف ديال 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 الحوايج كيحيدوا لك هذا البرودوي. راه بزاف ديال الدراري كيجيو عندهم طيوره بعض المرات مساكن رجليهم عوجين، كيجيو يعني بلا تيكبروا كيزحفوا. دونك كيجيهم بزاف الامراض بحال تقريبا الكساح. راه العام اللي فات جاب بزاف الاخوان. دونك باش يعوضوهم ضروري من هاد الكالسيوم. دونك هذه هي الطريقه ديالو تقريبا، حتى هو كيتهضى في يعني طريقه الاستعمال ديالو. خمسه النقطات هو غادي يكون ضروري، خمسه النقطات هاد لا مارك من هاد لا مارك ديال هاد المنتوج. هاد المنتوج هذا لا مارك ديالو عودتنا على 4 ولا 5 نقطات في 40 مليلتر ديال الماء. دونك يعني هذا هو الطريقه الاستعمال ديالو، كما قلنا 4 ولا 5 نقطات في 40 مليلتر ديال الماء، 40 مليلتر ديال الشراب. كنعطيو ليهم مره ولا جوج في السيمانه، يعني كافيه باش تعوضوا كاع داك النقص، داك النقص اللي كيكون في بالنسبه للكالسيوم. دونك الى عجبكم لا فيديو دونك كليكو سور جيم وبارطاجيو لا فيديو الى عجبكم مع ناس اخرين اللي عندهم يعني مشاكل كيلقاهم في يعني مشاكل في وقت الفراخ ولا في وقت الفطام ديال الفريخات. دونك يعني الى عجبو الموضوع يقدر يبارطاجيه مع اصحابه. دونك كما نعاود نقول الى عجبتكم يعني لا فيديو ديالنا،
كليكو سيغ جيم وبارتاجيو وابونيو على لاشين تاعنا ان شاء الله باش يوصلكم الجديد تاعنا. عليكم الله.